هقول له انا هشتغل على اللايت وتختار ايه اللايت سينس من هنا. لما بدوس هنا بيبتدي يطلع لي الشريط ده من تحت. تقدر تختار ان ده نو داي لايت، يعني ما تعتبرش حسابك ان في داي لايت اساسا، او تختار لي كلير سكاي اللي هو السماء صافيه تقدر تشوفها كده. المهم احنا ايه، خلينا نشتغل على سماء صافيه مثلا. وتقدر تختار من هنا التاريخ، انا هشتغل مثلا على 30 نوفمبر اللي هو اليوم اللي انا فيه ده، او يوم تاني مثلا اختاره في شهر 12 21 ديسمبر. وهو هنا مختار لك اللوكيشن وحاطط لك الدايركت سان لايت، قلت له تمام ظبط لي الدنيا مش هغير حاجه تاني، انا عايز اعمل حساباتي على المنظر ده. طيب اعمل حسابات ازاي؟ ببساطه هتروح قايل له هنا ايه ستارت كالكوليت، بياخد وقته هنا كده على جنب بيقعد يعمل حسابات للليمونيشن بتاعته ويحسب لك الإضاءة بتاعتك ماشية ازاي. طبعا الجنب ده عشان ايه الشمس جاية الناحية دي، فتقدر تعمل شبابيك في الاتجاه التاني هتظبط معاك الدنيا اكتر. اول حاجة عمل لك حساب اللي هو الدايركت لايت. المهم ان انت كمان بتقدر تعمل حسابات تانية اللي هي ايه، بتقدر تحدد له هنا القاعة بتاعتك ديت شغالة ايه، شغالة مثلا قاعة تصميم، شغالة مصنع، شغالة شوب دروينج، نوع المكتب ايه اللي شغال. المهم النشاط اللي موجود هيحدد على اساسه اللكس المطلوب التصميم عليه. دلوقتي كده بيكون خلص الشغل بتاعه، تقدر تبص انت بقى جوه الفراغات دي. عايز اخش جوه روم 1 يا عم الحاج، ادي الاضاءه بتاعت روم 1. طبعا مفيش اي اضاءه مباشره هنا لان الشمس جايه عكس الاتجاه، فلو انت عايز فعلا تفتح شبابيك في الاتجاه ده تقدر تخش تاني على الكونستراكشن وتعمل فتحات في الجنب ده. اقدر افتح لي بقى ايه شباك تاني هنا مثلا، اختار لي هنا شباك في الحته دي واعمل شباك تاني قصاده في الحته دي من هنا لهنا. هو طبعا محدد جلسه معينه شغال عليها فما نقدرش ايه ما نقدرش نلعب فيها. او نختار شباك تاني كمان في الحته دي، شباك قرش مثلا في الحته دي، تمام كده. طيب الوضع الحالي دلوقتي مش معمول له حسابات، اقدر اعمل له ايه، اقول له برضو ايه كالكوليت تاني، يبتدي يعمل حساباته تاني. انا عدلت مقاسات، اعدل شباك، احركه يمين، اجيبه شمال، اعمل اللي انا عاوزه، كل ده انا اقدر ايه اتعامل بيه. ولو عزنا نختار وقت تاني لحسابات الاضاءة نقدر نعمل وقت تاني لحسابات الاضاءة. بص في مجموعة فيديوهات اصلا على اليوتيوب فيها توتوريالز وحاجات للبرامج دي جامدة جدا، وناس عاملة شغل ما شاء الله، يعني عاملين مدارس وقاعات وليلة بيضة، كل ده معمول حسابات ويطلع لك يعني حسابات الاضاءة ويطلع لك اللكس اللي موجود قد ايه، ده انت شغل عالي يعني. تمام كده، فكده ايه قدرنا نبين الاضاءة اللي موجودة مثلا اللي هتبقى موجودة في الوضع ده في المكان. حاجة تانية بقى كمان بيقدر يحط لك اللكس بتاعك كل نقطة مثلا ايه متر في متر كده، يبتدي يقول لك ايه اللكس هنا كام، اللكس هنا كام، هنا كام، هنا كام. طبعا كل ما بتقرب من الشباك هنا كده بيبتدي ايه الدنيا ضعيفة شوية، كل ما بتبعد يبتدي الدنيا تظهر والاضاءة تبقى قوية، بعد كده يبتدي تقل 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 اللي هو على حسب الكيرف اللي احنا ايه اتكلمنا عليه. لو احنا حبينا بقى نعمل مثلا سيميوليشن لوقت تاني تقدر تخش على الدي لايت وتغير الايه، تغير الوقت اللي انت شغال عليه، وليكن شهر اغسطس مثلا الساعة 9 صباحا، او خليها 10 صباحا. ظبطنا الكلام، هتقول له ايه كالكوليت تاني. دلوقتي خلص الحسابات بتاعته اهي، الموضوع اختلف، شوف الليمونيشن هنا كام لومين هنا بالنسبة للشغل اللي كان موجود قبل كده. دلوقتي احنا في الصيف وزوايا اضاءة عالية وشغل عالي، فطبعا الاضاءة هنا ايه انضف بكتير واقوى بكتير. لو انت بقى عايز تاخد الكلام ده كله بتقدر تروح قايل له ايه دوكيومنتيشن والحسابات بتاعتي كلها بشغلي، بيبتدي يرسم لك من ضمن الجداول اللي بتطلع لك كمان من دي لوكس ده، بيطلع لك كمان ايه زي بلانات كده، يظهر الكلام ده على A3 يا عم الحاج، يظهر الكلام ده على A3 ويعمل لك بيرسم لك على الارض اماكن الاضاءة عاملة ازاي، وكل متر في متر يقول لك اللكس بتاعك هنا كام، هنا كام، هنا كام، هنا كام. فيعني بصراحة بتبقى جميلة جدا. انت دلوقتي بقى ايه تقدر تاخد البلان ده وتقدر تشتغل عليه الاضاءة الصناعية بتاعتك. بمعنى ايه، انا عايز اثبت مثلا مستوى اضاءة معين للمكان كله واحنا شغالين في الفراغ، فهقدر اخد الاماكن دي كلها احط فيها
الاضاءه بتاعتي المطلوبه، هعلق كشافاتي في الحتت دي كده مثلا، وعلق كشافات هنا برضو في نفس المكان اللي عليه الاضاءه العاليه، بس ممكن اخلي دول بلينيا لوحدهم بمفتاح مستقل، بحيث ايه ان انا طول ما انا شغال بالنهار الحته دي خلاص واخده كفايتها واخده اضاءتها، فالحته دي مش هشغلها، واشغل اضاءات تانية للاماكن او الكورنرز التانية اللي الاضاءه فيها اخف او اقل من المستوى المطلوب. طب فرضنا حبيت بقى المبنى ده هيشتغل بالليل، هبتدي اشغل بقى ايه الجزء كمان اللي كان مطفي كمان. فدي المتعه بقى، ان انت تدخل ده مع ده وتقلل الاضاءه الصناعيه بتاعتك في الاماكن اللي هي فيها اضاءه طبيعيه. طب لو انت وصل لك هنا لقس زياده او جلير بقى زياده او الكلام ده، تقدر تعالج بقى الواجهه بالكاسرات اللي احنا اتكلمنا فيها. اي شغل او اي حيطه انت هتقدر تعملها او اي كاسر هتقدر تعمله هيعمل لك السيميوليشن بتاعه ويقول لك الاضاءه كده بقت افضل ولا لا، وتقدر تاخد الكلام ده تطبعه، بيقول لك بقى ان الدي لايت هنا كذا، انت وصلت الاعلى من 500 تشيك، او عملت كذا الكونسامشن فاليو اللي مش عارف ايه، حاجات بتبقى تحفه. بس طبعا ايه، لو انت عايز تتعمق بقى في الموضوع ده تقدر بقى تعلق سبوتات، تعلق اباليك، وفي توتوريالز كتير جدا على اليوتيوب عاملين حاجات خرافيه، ناس ما شاء الله عاملين حاجات تحفه. فيعني ده برنامج جميل جدا للحسابات الاضاءه الطبيعيه، فقلت يا ريت نبص عليه كده. كده انا يعتبر خلصنا الاضاءه الطبيعيه، ولو في اي حاجه تانية يا ريت اي حد عنده مشكله يساهم في الكومنتس. اهم حاجه بقى ما تنسوناش بقى اللايك والشير وسبسكرايب، عايزين نشهر القناه بقى يا جماعه، حرك الدنيا كده، واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.